يو لا فامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غندير واحد التجربه وغنشوفوا واش بصح كيحيد هاد التلال ولا لا. يلا بلاتي نوريكم بعدا يديا باش تشوفوا. ها هما الخوت، شفتو يديا كي مثقبه، هذا هو الدواء. البارح فاش شريتو راه درتو وحسيت بهم بحال الا كيطلعوا، بحال تنفخوا شويه. المهم ليكم معايا ندير الدواء، شتو مسمار الكيف. تكون بحال البركان. هكا كيدار. دابا هاد الحفاري كاملين عمرتهم، راه غير من البارح اليوم حسيت بهم تنفخوا شويه بعد 4 ايام. كنحس بالالام الشديد، كيخليوني بلا نعاس. اي حاجه دابا نبغي نشدها كالقرعه د الماء مثلا، كنحس بالحريق. الاخرى الدراري، شتو الاخرى الدراري عيقات كاع، ما كاين غير الالام الشديد. العذاب الخوت، العذاب. وحده بغات تبان عاوتاني هنا، واحد صغيره، وهذه هي امهم. انا طرقتها اليوم مع الآلام، جبت واحد البرا ورا نفشمها وطلع فيها القيح. المهم تقيحات، ما عادش دابا داك واش دابا داك التقياح غيشافي هاد العجب ولا لا. وبان لي حتى هادو واقيلا مقيحين من الداخل. البارح ما نعشت البارح. هاد الضربة الخوتة هي نوريها لكم بالمناسبة، هاد الضربة ديال الليمون. هادي غير حردة، هادي غير حردتني، وكان ضرباتني راه غات شي عجب، غادير فيها شي عجب. هادي شي شهرين ونص والضربة مازال، وغير داك الحريد ديالها مازال. اليوم الرابع اخليكم مع الفيديو غتشوفوا واش غيبرا هادشي ولا لا. الاخوان اليوم الخامس والحريق بزاف الاخوان، ما بغاش هادشي يطرطق، بغاش يتزلع. الدواء تا هو كيدير الحريق الصراحة. شوف بحال هادي كيولاش منفوخة وكدا. هادي راه عاوتاني قبيلة طرطقتها. المهم البارح راه وريتكم البارحة غير هادي اللي زلعت. يا ربي السلامة. هادي مقيحة، هادي شوف الأمراض، شرح من اللحمة يخن. هذا يدي بحال الا زرع فيها البطاطا يكون دان. يلا خليكم مع الفيديو نيكست تايم.
الإخوان بعد 11 يوم. شوفوا بديت كان برا، كنت في الأول تخلعت في ديك 4 أيام 5 أيام فاش كان الآلام، ومن بعد صافي ما بقاش. دابا راه الجلدة الجديدة كترجع، وديك الجلدة القديمة مشات الحمد لله. كنت مخلوع عمي صافي، دابا شو يديا متقوبة بحال الا كنت كان كالي القرطاس ايرون مان. هذا الإخوان اليوم 25 يوم، كما شفتوا معايا بالتجربة بالأيام نهار ورا نهار، كيفاش حتى بريت بهالدواء فيروزين. المهم الحمد لله راه برينا يديا نورمال. دابا كنت في ديك 5 أيام 4 أيام تخلعت، ديك الوقت فاش ما كان قدش نشد الكاس ولا. المهم الالام العذاب الشديد، حيت عندي بزاف ديال الاورام مسمار الكيف، داكشي باش كان عندي الالام. كنت خايف في واحد اللحظه قلت غير تقدر يوقع لي شي خماج في اليدين ديالي كاملين، والحمد لله راه بريف. نوريكم دابا يدي. ها واحد اللي دا الاخوان، كانت واحد الكبيرة هنا، كان واحد جوج هنا، الجلدة مازال محيدة، وخلص هذه الضربة ديال الليمون. المهم الحمد لله رجعت نورمال، ما بقاوش اليد الاخرى، اليد الاخرى حتى هي رجعت نورمال الحمد لله. لا بس الحمد لله. كنشوفو جي في التليفون وكنهضر معاكم. حيت الكاميرا ما فيهاش لا فيشور، داكشي باش كنشوف في التليفون.